إذا عفوا انقطع انقطع الاتصال لظروف انقطع الاتصال. حقا أنا تصريع قبل أن أهيئ نفسي. لا اعلم. السلام عليكم. لا اعلم لايف. لا اعلم. على اي كما ذكرت سابقا في الفيديوهات السابقه قلت بان خط الفيكوم كما ترون سوف اريكم هذا فيكم اثنان فيكم واحد هو هذا هو فيكم واحد هذا فيكم واحد هذا فيكم اثنان هذا فيكم اثنان وهذا فيكم ثلاثة هو الذي قمت بقطعه وأيضا فيكم أربعة فيكم خمسة فيكم ستة فيكم سبعة ثم فيكم ثمانية ثم فيكم تسعة أنا فيكم جي فيكم الأخير فيكم جي إذن قلت لو أن هذا المسار مثلا هذا المسار مسار فيكم ثلاثة داخل بانل أنه لا يتصل مع المسار فيكم رقم أربعة وخمسة يعني لا يوجد تشابه هذه المسارات داخل طبقة التفتي فعند قطع هذا المسار من المفروض لا أن أجد اتصال بين هذا المصدر التغذية وهذا الخط داخل البانل إذا كان هذا الخط يعني متصل مع هذا الخط ومتصل مع خطوط أخرى إذا فمن المفروض أن يبقى اتصال رغم أنني قمت بالقطع إذا استمعوا جيدا إذا كما تسمعون الاتصال لا زال قائما الاتصال لا زال قائما مما يؤكد صحة قولي في كل تلك الثلاث فيديوهات أو الأربع التي تكلمت فيها بخصوص
هذا المسار مسار الفيكوم. اذا هذا المسار مسار الفيكوم، رغم انني قمت بالقطع هنا، هذا مسار التغذيه من حد اشهات تيكون، وهذا الخط يذهب الى هذا الريبون، وهذا الاخر يذهب الى هذا الريبون. واذا لاحظتم فان خط الفيكوم دائما يمر من الجوانب هكذا، هنا يوجد فراغ هنا، اذا يمر من الجنوب من الجوانب، مما يؤكد بان هذا الخط فيكم لا يمر من التيب اون فيلم، لا يمر من التيب اون فيلم. اذا استمع الى صوت الصفاره. اذا ليست لدي الامكانيه لاقوم باحضار جهاز القياس هنا، اذا قمت باحضار جهاز القياس هنا فلن اتمكن من تصوير ذلك المسار، فقط نكتفي بصوت الصفاره هكذا. ها هو الاتصال لازال قائما هنا، رغم انني قمت بالقطع هنا، مما يدل على ان هذا المسار البانال فهو يعني متشابك. هذه فقط اطلالة بسيطة وذخيرة من الذخائر الحية التي املك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى لقاء قريب ان شاء الله.